شنوي حلواوي يدور في البور. شوف البابور بابور حراقة طارق لي بردي ولا طاسيلي. روما ماليزيا ونعيشو في الطليان، روما ماليزيا ونعيشو في الطليان. شنوي حلواوي يدور في البور. شوف البابور بابور حراقة طارق لي بردي ولا طاسيلي. روما ماليزيا ونعيشو في الطليان، روما ماليزيا ونعيشو في الطليان. بوش صافي بلي زير نشوفك هنا البروميير فوا ندير لك انترفيو في الجزائريه فوت. كيف راك دوزيام اكسبيريونس نتاعك في فريق الوطني، في كيف راك تحس؟ نقول لك حنايا حنايا الحمد لله تسمى راني دوزيام ولا ثروزيام فوا 2006. الحمد لله كما يقول لك الجروب راهو نعرفو كاع و الجوار كاع نعرفهم وين لي جوار تسمى لا بليبار لعبت كونترهم ولعبت معاهم الحمد لله ولاد فاميليا وين سبت روحي معاهم الاز وكما يقول لك هذه تسمى حاجه تبشر الخير بالكيب ناسيونال باش نروحوا للقدام ان شاء الله. جوستومون راك في فريق الوطني كيما قلت من كاع الجروب استقبل بيك وسهلوا لك الامور كي جيت في البروميير فوا ولا كيف؟ مش سهل واحد يجي يروحوا هكا. اي سي نورمال باسكو ديك النهار الاول انايا كثير البيبار نعرفهم وين تسمع نلقى معاهم راحتي الحمد لله لي جوار ولاد فاميليا وين تسمى وين لعبت معاهم قلت لك الحمد لله راهم كاع نعرفهم وهذه حاجه تسمى ماشي جديده على ليكيب ناسيونال هذه. وكيما نقولوا دوك نهضروا على المولوديه، السنه المولوديه دار سيزون شويه بصح انت ريتا بعبوش دار سيزون يعني 100%. تي بونس هي اللي جابت لك البلاصه هنا في ليكيب ناسيونال الخدمه؟ سيسير هذه اللي هي اللي جابت لي ليكيب ناسيونال باسكو ما كانش الشيخ سعدان ما راحش يشوف كاع ليكيب ولا راح يشوف سي نورمال يشوف لو ريزولتا تاع ليكيب ثاني سا كونت مي performance individuelle. Voilà, surtout كيما قلت انت individuelle surtout اللي بازي عليها surtout العام كامل وانت تمد افون سي هذه حاجه باينه هذه العام الحمد لله تسمى كيما يقول لك انايا بالك شويه واحد الوقت في الباساج فيد الحمد لله وليت طريطره في العام هذا ان شاء الله نكمل كيما هكذا. وهذاك ما نتمناه لك، حبينا نقول لك جوست الاحساس تاع فريق الوطني يعني كاع لي جوار يضربوا على العلم، ما كانش جي اس كا مولوديه نشوفوكم في ستاج راكم كاع مع بعضكم صافي يعني ميساج ثاني فور لي سوبورتير تاع لي زيك. سي نورمال هذه حاجه باينه احنا معروفين بخصوص احنا كي ندخل للتيران احنا نلبسوا تريكو واحد والعالم الوطني وكيما يقول لك كولر واحده وتاع العالم الجزائري ان شاء الله كيما يقول لك هذا الشعب الجزائري راه واعي بالمسؤوليه هذه وان شاء الله كيما قلت نكونوا في المستوى في المقابله تاع مصر ونفرحوهم ونعاودوا امجاد كره القدم الجزائريه ان شاء الله. وكيف تاع بريوند يعني كيف تحس الماتش تاع مصر اللي راه جاي قريب؟ هي على كل حال صح هي مقابله ديربي بين يعني دوبي اسم عرب مين هذه ما راحش يحدد مصير الفريق تاعنا. انا نظن باللي مقابله هذه تاع ثلاث نقاط صح يعني نعرفوا باللي ضروريه ولكن مقابله عاديه كما المقابله لان عندنا مقابله يعني نشدوا مصيريه ثانيه مع فريق لا زومبي يوم 20 جوان هي ثاني اللي راح تكون اصعب من فريق المصري. فصو نتمنى لك النجاح مع الفريق الوطني وانا مع الكلوب تاعك اللي تلعب فيه سواء المولوديه سواء كلوب اخر ان شاء الله خير وكثر خيرك والعقوبه ال100 سيليكسيون ان شاء الله. الميساج تاعك الشعب الجزائري قبل ما نكملوا الميساج يعرفوهم هم معروفين يعني بال كيما يقول لك في المقابلات المصيريه خاصه كونتر الفريق المصري احنا هذه يعني الميساج تاعنا راه باين اللي راح يكونوا معنا في 90 دقيقه وان شاء الله ما يخيبوهم. الله يسر علمك رابقة على خير بارك الله سلام.